اللي بيحصل في ليبيا، ليبيا الشقيقة، وجيش ليبيا كمان اللي احنا بندعم هذا الجيش الوطني اللي هو بيواجه الإرهاب ويحاول إعادة الدولة الليبية إلى ما كانت عليه، دولة موحدة بلا أي تقسيم. بيشرفني العقيد أحمد المسماري، تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا بك، وحييك وحيي كل أخوة المشاهدين، وأشكركم على اهتمامكم بالشأن الليبي والذي يعد في إطار توحيد الجهود الإعلامية من أجل مكافحة الإرهاب. طمني الأول على الوضع عندكم، يعني مين النهاردة بيسيطر على إيه؟ يعني لما أتكلم على الجيش الوطني الليبي بيسيطر على كام من ليبيا؟ هل بيسيطروا على 5، على 10، على المنطقة الشرقية فقط لا غير، وسايبين الباقي للإرهاب، ولا أنتوا لكم سيطرة شبه كاملة على كامل الأراضي الليبية؟ اولا يجب ان نعرف الارهاب الذي يواجه القوات المسلحه ويواجه الامن والاستقرار في ليبيا. الارهاب في ليبيا منذ انطلاق ثوره 17 فبراير بدا يعمل كل على شاكلته وحسب رغباته واهوائه في السيطره والوصول الى السلطه. ظهر في البدايه تنظيم الاخوان بقوه، ظهر في الايام الاولى تنظيم القاعده في مدينه درنا وبنغازي بقوه كبيره جدا كقوه مسلحه مدربه على الارهاب، لديها سابقه او مشاركه قتاليه في افغانستان وفي غيرها من الدول. تقدم في 17 فبراير وتوجه مباشرة إلى العنف وإلى استخدام السلاح حتى تحول 17 فبراير من ثورة إلى معركة. بعد ذلك ظهروا الأخوان بشكل كبير جدا، ولكن الأخوان كانت تنقسم حقيقة القدرة العسكرية والتكتيك العسكري والسلاح من أجل بسط نفوذهم أو مجاراة المعارك التي دارت في تلك الفترة، فصار هنا تناغم بين الاثنين في الاهداف، بين القاعده والاخوان، بين القاعده والاخوان. وهذا اول تحالف تقريبا بين القاعده والاخوان في ليبيا. لا اقصد كل العالم يعني، في ليبيا اول تحالف رسمي بين القاعده والاخوان. الاخوان كانوا محتاجين لقوة عسكريه متوفره عند القاعده، والقاعده محتاجه لوجه سياسي او ممثل سياسي مقبول موجود عند الاخوان المسلمين. وبداوا في المعارك، بداوا في اقصاء الجيش منذ الساعه الاولى. كل الضباط الذين حتى الذين حاولوا يلتحقوا مثلا يقصوا بأي حجة، حتى اغتالوا رئيس الأركان العامة في تلك الفترة السيد اللواء عبد الفتاح يونس، اغتالوا جميع عدد كبير جدا من العسكريين والضباط، ولكن لم يتفطن الشعب الليبي لهذه. اغتالهم الإخوان ولا القاعدة ولا هم الاثنين مع بعض؟ هم الاثنين مع بعض في هذه اللحظة. هدفهم ضرب الجيش، تفكيك الجيش الليبي. هم المؤامرة كلها أصلا هي على الجيوش، على الجيوش الوطنية. الآن على ما يبدو أن المتطلبات المرحلة القادمة من الاستعمار لا تريد وجود